يوسف خميس راح يلعب الضربة الركنية للنصر، يلعبها ويبعدها محمد عبد العزيز بالراس، تروح لمساعد يلعبها عالية وبالراس مجد عبد الله ناحية المرمى، جول! الهدف الثاني للنصر، ماجد عبد الله، كورة ملعوبة هدفية عالية من مساعد الطرير على راس ماجد عبد الله، وماجد على طول براسه يحطها في المرمى ويسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 32 من الشوط الأول. في الدقيقة 32 ماجد عبد الله يضيف الهدف الثاني، شوف إعادة لها، راحت مساعد الطرير حطها على الأرض ولعبها عالية على راس ماجد، وماجد على طول يلعبها عن يمين عباس هارون ويسجل منها الهدف الثاني للنصر. شوف شوف ماجد كيف طالع وبراسه يلعبها في المقص على يمين